وفرانكي متواجدين في البي مين على ما يبدو في الدينك موجود حذري لو اتش بي فرانكي يضطر يتراجع ولكن رهيت بالبوش عليه رائع جدا في التوقيت المناسب ويتراجع الان يعود الى السايد فريق فوكس يلعب بطريقه باسيف الان ما يحبش يغامر في هذا الون في وان في هذا الدوز فلاش موجود حذري كاكتوزا في خطر كوكيو يتمكن اخذ الكيل الثاني دازلي بسبراي جميل بدل فرنزي يضيف كيل ثاني لفريق بيرسر كاليفرا استعمل ريكون دارت والشوك دارس اللي منع عملية زرع سبايك ولكن لاحظ زرع سبايك الموجود مكانه هاي فلاي بيكيل على كاليفرا كي هاي فلاي يضيف كيل اخر عن طيب يبقى لاعب وحيد ارفيد يجيب فلاي ولكن مو يخلص عليه وبيستول 50 ثانية متبقية فيها فلاش على مو بهذا الاومن فيها كيل اول من طرف ارهيد على فرانكي هيد شوت بهذا الفاندل والان الفور في 5 روتيشن ممتازة من جدا من طرف بيرسر ولكن فوق تيمينج موجودين لاستقبال ثلاثة اعضاء موجودين نحو البوم سايت اي ايكون كاكسوجي موجود هنا بهذه الريز اثنين يذهبون نحن نحو الواين لا بارانويا من طرف هذا الاومن سايكو ما يشوفش ولا شيء كاسوس ياخذ الكيل الاول ايكون فارب من كيتين من طرف كيليبرا يجي من طرف محو اي فاي ولكن كيليبرا هو وارهيد ان هو هو ياخذون الراوند الاول لفريق المغربي فريق بوكس جيمنج اوه جول اوي 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 ليه غلطه خاطئه جدا ريزو كيليبرا وارهيد انهم يدخلوا في هذا الجول صراحه في اوبن كومبات في مثلث اكثر من اثنين لاعبين فريق بيرسر من ناحية البيمين غريبة صراحة يتم زرع سبايك الان من فريق بي اس ري سبورتس واثنين لاعبين من فوكس من ناحية السي جي كل دازلي ولكن تريد من انتاي بايوتك في الديفندر سايد يحاول الصمود وربما يكون فيها سيف من طرف فوكس جيمنج المغربي من طرف التعلم فيها حمامة فيها بلاند لما فيهاش بلاند على كوكيو يموت على ايادي انتي بايوتك سكاي اجينست سكاي 2 في 3 الان السكاكين موجودة من طرف الاستاذ فلاي ولكن سبايك اوريدي بلاندد والوقت ما يكفيش اظن يكون فيها سيف حط على ايه كليك مس مو في الجواب 1 في 2 الان موجوده سايكو موجود نحو البوم سايت اي بعيد جدا ولكن نشوف تشيس موجود من طرف الاستاذ فرانكي يستخدم بهذا الصوفا يبحث على هذه الاسرع فاز المهاجمون وهم ميلو سبوتت كذلك بالريكورد دار لاحظ المكان بتاع كوكي ولكن يموت سام هاو اي فلاي ياخذ عليه الكيل 1 فور 1 لاحظ البوش الموجود من ارهيد خطيره يا ارهيد ممكن يصير عليك بوش ولكن طيب اوتك مجال اخر ياخذ على دازي الفليك موجوده من اي فلاي ولكن قبلوا ارهيد يتخلص من مو 2 في 3 موجوده السيكرت رائعه جدا من طيب اوتك السموك ولا سموك موجود الان من اي فلاي الفلاش من جانب طيب اوتك يعتوزو من ناحيه ليفن يبحث على كيل ولكن يخسر الدول ياخذ عليه كيل فرانكي اي فلاي بكل الثالث يبقى لاعب وحيد لوين طيب الريكون دار يتعرف على مكانه انتاي بايوتك يتخلص من فرانكي ال1 في 1 لين موجود 33 هيلث بوينتس اي فلاي لازم يزرع سبايك 12 ثيريا فقط موجوده انتاي بايوتك يلعب بطريقه باسيف بالجيم سنس ولكن اي فلاي خير انه تشيس ولكن بتسكر الجراج اي فلاي مش قادر يزرع سبايك وان تاي بايوتك يفوز بهذه الجوله ويربح فريقه فوكس جيمنج اي فلاي الان ممكن يقتل انتاي بايوتك ولكن متاخر صياد موجوده من طرف الاستاذ كيليفرا هل سيكون هذا كافي او لا من طرف فوكس جيمنج المغربي الستارز والنجوم وجنرال استرا دازلي بهذه الكاميرا في الهيفن ياخذ الانفورميشنز مازال 5 في 5 فيها بعض اللوز لما هرب مني كيل جوي بهذا اللوك داون ممتاز كاكتوزيو ياخذ الكيل اول كيل مو ياخذ دبل كيل ممتاز جدا كاليفرا يليه الان التريفيدين مازال مستمر في الهيل وفي الهيفن موجود هنا كاليفرا اي فلاي يتجه نحو صديقه في الهيل يكون في حمامه ربما بلايند موجود داعم انفورميشن مخدع من طرف فوكس جيمنج هنا يسبام ترود والي استلام فلاي ياخذ كاليفرا هيد شوت تبقى ادون واحد وهو انتي بايوريك غيموت على المكان يحاول يباغت لاعبي بيرسر ممكن كاليفرا البيك بين كاليفرا الكل موجود كاليفرا بكاليفرا على اي فلاي الراوس موجوده من طرف كاليفرا هيد شوت ورا هيد شوت الان دبل كيل موجوده من طرفه ويحاول الدفاع على البون سايد بي ياخذ ربما الثالث على هذا الاومن غيكون موجود في اللوكس غيموت كابتوزيو بالشوت تبقى فوكس جيمنج في سيف دراوند مشكل مش عارف اذا انتاي بايوتك قادر انه يجيب سيل من ناحيه الجاردن كاكتوزي وانتاي بايوتك يبحث على دبل بيك اوه ممكن يبغتهم لاعب كوكيو ممكن يبغتهم كوكيو ليه هالف اتش بي بلا شارف الفلاش موجود الجاردنج لايت هو كذلك والفلاش كوكيو اوه الريلودنج موجود الوالد باك ليه مش كافي كاكتوزي يقوم بالديفيوز كوكيو بالكيل ولكن الديفيوز موجود كاكتوزي يكمل الديفيوز ذكاء خارق للعاده من كاكتوزي مع فريق محاولة وولد بانك من طرف فرنكي هنا نحو البوم سايد في دخول مسريع جدا من طرف فريق بيرسر في هذا الكاسي من الالتيميتال سيكر موجوده من طرف هذه سكاي موجود هنا وسط السايد الاستاذ ارهيت يحاول الدفاع ياخذ الكل اول ارهيت مبادره من طرف الاستاذ مو 1 فور 1 لحد الان 2 فور 1 لصالح بيرسر كل الدولز كل الدولز يفوز بهم بيرسر شوف 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 لا مجال كاليفرا عنده ترون ياخذ الانفورميشن يعرف انه الكل موجود هنا كاليفرا اسبام ترو ذا سموك يكون فاكر الاول من طرف الاستاذ ارهيت 1 فور 0 لحد الان كاليفرا ياخذ الثانيه الثالث كاليفرا ترو ذا وول فوكس جيمنج 5 في 2
التيميت موجود من طرف هذه الكيت جوين مدافع عريض ولكن من جهه اخرى كاليبرا يبحث عن اي فلاي يعرفوه عندهم الانفورميشن كاكتوس وداشين غريب جدا ولكن كاليبرا والدريبل كان موجود من طرفه انتي بايوتيك يعني هنا يا خمسة ليلة موجودين ومساعدين لهذه الأط أوه أنا بداية من طرف داستن متجدنا على أنتي بايوريك وشوف الدخول السريع ولا عايز أقول الدفاع السريع هنا موجود من طرف بيرس أرهيت يأخذ الكل الأول لفريقه في هذا الراوند والصراحة تدير جبهات كان موجود هنا الدفاع هيكون فيه خطة ممتازة من طرف بيرس لازم أنا أودي خطة أوي 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 كوكي أوي أوي بكسل بكسل زغبة شعرة شاف من أرهيت ومات فيها أرهيت هيدشوت موجود رغم انه كيل جوي تلبس بوني رغم انه عنده بوني هذه زغبة البوني سايكو يبحث على زغبة امل للفوز بهذا الهوم في 2 ولكن كاكتوزيو في الاخير يتخلص من كوجيو 3 في 2 فريق فوكس في صعوبة كبيرة ولكن كاكتوزيو شيك يمينه يتخلص من اي فلاي هيدشوت ياخذ لكاكتوزيو تريبل كيل الى الدول اسم فريق فوكس الذي هي استفاقة كاكتوزيو في هذه المباراة او لا ولكن وراهم موجود دازي ب 100 هيلث بوينتس حذاري حذاري يا كاليبرا تريبل فرنزي ال 1 في 1 يفوز به دازي ال 1 في 1 مع كاكتوزيو الامل الوحيد لفوكس الفوز بهذه البيستل والعودة ممكن في هذه المباراة كاكتوزيو وراء البوكس ما عندوش الانفورميشن دازي يدخل السايد كاكتوزيو ياخذ الانفورميشن ولكن دازي هو كذلك يعرف دازلي كيف ممكن تلعبها الجيم سينس هو اللي يحكم الان دازلي وكاكتوزيو التحركات تبدا بحث على الرؤوس في هذا الكلوس هيرم تاو بوش من طرف فوكس جيمنج من نحو الميد سموك ورا سموك موجودة كاليفيرا وضع صعب جدا تي بايوتيك ياخذ الكيل على مو يا حمامة فيها بلايند كاليفرا ياخذ الكيل ثاني ولكن كافلاي يجاوبه هنا في الهيد شوت رهيب خذ الكيل كمان التري التو في فور موجودة بقية أعضاء فريق فوكس جيمنج شوف الباك سايد لكن نانو سوارم تو زون هذا فرانكي باللودن مثل ما كنت نحكي ياخذ الكيل على ارهيت هل ممكن اكثر جرافيتي والموجودة حلو فرانكي وول باك يا فرانكي 12 ثانية فقط فرانكي بتريبل لاعب وحيد فقط من فوكس ال 1 في 1 يرفع على كاكتوزيو لازم يبوش كاكتوزيو شوف ستبس اللي قوه على المايند جيم استوقدوا هنا يا سيكرز من طرف انتي بايوتيك ياخذ بعض الانفورميشن يتقدم مع فريقه نحو البوم سايت اي يتقدم غيكون فيها كلمه طرف وسد كوكيو كاكتوزيو مش طبر على كوكيو يكون فيها جواب يا 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 هوب بيرسي سبورت 4 على 1 والان يبقى كاليفرا وحيد وذا بيرسر في الاخير بفول باي راوند يثبت انه قادر انه يفوز في هذه السكند هالف هذا يطلب من فوكس انهم يستعملوا برشا يوتيليتيز في محاوله الدخول برشا يا نقول بزاف في المغرب ولكن مش مشكل يسموت يستخدم لنا اي فلاي وينو اوبريتر وينو الاوبريتر كوا والكاكتوزيو بشعره ياخذ هذا الكل امام الاستاذ اي فلاي بالاوبريتر نتاعو كوكو يجيب على الاستاذ ارهيت فان قسام الخريطه هنا من طرف الاسترا من طرف فوكس جيمنج والان يكون فيها دخول من حول بومسايد اي فادرون ياخذ الكل يا سلام دازلي ممتاز التايمنج ومو على كاكتوزيو ديزاستر على فوكس جيمنج 2-3 الان مازال عندهم الفرصه كاليفرا موجود عنده الارم تاعو يكشف المنطقه انتي بايوتيك ياخذ الكل ناتشوفيتشو مستمر عنده التيميت الاستاذ كاليفرا مو يبحث على الرؤوس هنا فيها صاحب ساق من طرف استاذ كاليفرا يبحث على هذا الدول يبحث على 1 في 1 كاليفرا هاتشوت موجود من طرفه 2 في 1 مفروض صعبه جدا مو مصيدة هيكون فيك بلانت موجود من طرفه شوف هنا الدابل بوينت اوف فيو كاليفرا هيكون فيها هيكون فيها بلانت نحو هذا جين يتخدم كاليفرا ولكن مو كانوا معروف هذه الالتيميت من ارهيت ولكن سيجرز كذلك موجود على ما يبدو فريق بيس يبحث على البوش هذه البارانويا من مو البوش كذلك موجود كوغ ياخذ كل ريبل كل لفريق فوكس جيمنج في غضون ثواني فقط اي فلاي موجود جرافيتي ويل يستطيع يعمل داش ماهوش ديتين لا في سبليت سكندز اخيره يستعمل لابدراف يبحث على هيد شوت يبحث على الرؤوس بالسكاكين ولكن في الاخير فوكس جيمنج في هجوم رائع جدا ولكن في فلانك موجود فرانك يموت يبقى لافلاي في 1 في 4 1 في 4 الفلاي عنده السكاكين تاعو ولكن سيكون هذا كافي يحاول ترد اول على الاستاذ كاكتوزيو انتي بايوريك هيكون موجود للمساعده وكاكتوزيو هيكون كلتش مع فريقه يفوز هذا يبيع في الفيك في السايد اي هانترس فيوري كذلك موجوده في كاليفرا كلها على السايد اي كاليفرا كل كاليفرا كاليفرا والقناص هنا في الباكس موجود هذا الاستاذ فرانكي بهذا الاودم تاعو يتخدم كاكتوزيو فرانكي ياخذ الكل الاول يتخدم عليه الاستاذ سايكو هزم زودا ماو ياخذ مجال اخر ارهيد الان هاتري في تري موجود ولكن كل في فريق بيرسر سايكو ياخذ الكل الوقت غير موجود من طرف فوكس جيمنج لازم عليهم البلانتينج الظروف صعبه يكون بلانت موجود نعم موجود من طرف فوكس جيمنج الان قال 1 في 3 موجود من طرف اي فلاي لازم يكون كلتش لازم يكون هو البطل لفريق بيرسر يتخدم على كاليفرا ياخذ الكل الاول
يشوف انه الانفورميشن موجود واحد في هذا المين بي فيها حمامه من طرف الاستاذ انتي بايوريك. يا سلام فالار زوماكس البوش او الاب درافت موجود من اي فلايت 79 هيلث بوينتس 25 ثانية توصل فريق فوكس جيمنج لدخول هذا السايد. اوتوميت موجود دبل بو موجود لين في الباك سايد مع هذا الاوضو من فرانكي ليل بس بيقوم بالبوش فريق فوكس ولكن حذاري موجود لعب فرانكي ومعه مهلة يموت فرانكي ولكن كوجيو موجود بالتريد سايكو يتخلص كالافرا كذلك يقتل كوجيو ولن يتمزل على سبايك من فريق فوكس جيمنج 3v2 4v2 عايز اقول من طرف فوكس جيمنج موجودة هنا وعندهم سبايك وعندهم الكنترول هذا البوم سايد بيت خدم داسلي يجد الانجلز يجد الكيل الاول على كيل افراي شوت ممتاز جدا من طرفه الان 2v3 موجودة يبحث على هذا الكيل مع مو ويتقدمون نحو هذا البوم سايد بي نشوف اجابة فريق فوكس جيمنج ارهيت عنده الانجل هنا ينتظر الفرصة كاكتوزيو هولدنج از فلانك كاكتوزيو ياخذ الكيل الاول كاكتوزيو ياخذ الكيل الثاني سايكو بالسيف داسلي غايكون هنا بلايندد ما يشوفش هنا نيو سايتد ويتقدموا نحو البوم سايت اي فريق بس للدفاع كوكس جيمنج في ظروف صعبة يحاولون الدخول ما زلنا في الفايف في فايف ما زلنا مجهول احد هنا روتيشن ربما تكون موجودة من طرف فوكس جيمنج امامهم لا مش موجود روتيشن صراحة فيها ديفيوز ديفيوز فيها ديفيوز بيرسر بديفيوز هالفي لحد الان مو حاول إيجاد الأنجل فوكس جيمنج لازم عليهم الدفاع مو يجد الكيل الأول لا الثاني مو هكذا فرا ياخذ مو ما زال ما فيهاش ديفيوز فوكس جيمنج ممكن من هو الآن هاتو في سيري موجود أنا وخشي دائما 1 في 2 موجود كاكتوزو فيري لو ربما يحاول كاكتوزو غير ممكن هيكون فيها ديفيوز هاي فلاي اوفر تايم كاكتوزو كاكتوزو ينتظر يسمع في ستيبس ولكن فلاش كاكتوزو يعرف مكان هذه الأشياء الكيل الأول كاكتوزو يبحث على الثاني 88 هيلث بوينتس على قيد الحياة هذه المرة استراتيجي جديدة جدا للفوكس فرانكي بالدبل اسبراي موجود وراء سايبر كيل ارهيت بكل ولكن تريد من مو هذه قوة فريق بيرسر بالتريد كيل زي الموجودين يدخل هذا السايد بي و 2 في 2 مع الكيل من انتي بايوتيك انتي بايوتيك ياخذ الكيل فيري كلاتش هنا البوش والبلانت هيكون موجود من طرف بيرسر ولكن سايكو ممتاز جدا هذا الاستاذ مو بالبارانويا غير ممكن مو ياخذ الكيل الاول سايكو يبقى انتي بايوتيك وضع صعب جدا يا سلام وفالار الزوماكس موجود غيكون فيها ديفيوز 1 في 2 مرعب حاب يقوم به مو خذ الكل الاول ولكن الكل الثاني ما كانش قادر يقوم به غير رغم تغيير مكان ولكن انتي بيوتيك كان عارف كان فايق كان مستيقظ بيرسر هذا البارانويا كذلك ممكن يصير بوش ولكن لا سبوتت بيل الريكورد دارت اللاعب فرانكي الكل الاول الكل الثاني بترانسفر جميل كاكتوزي وارهيت ب 3 كيلز تبقى 3 في 2 ارهيت لو اتش بي يستعمل انصوار من ناحيه الهيفن وداس دي واي فلاي يبحث على نهايه هذه المباراه الوول بانك مش كافي 30 هيلث بوينتس يستعمل التيرت نتاعو الان الممكن الريتيك يكون سريع جدا محاوله منع الريبوزيشن الان ولكن لاحظ مكان كاليفرا من وراء هذا الكونتينر بحثه بجانب هذه سبايك هل ممكن يفعل الان فريق بيرسر او فوكس ينهي المباراه النزول من عند الهيفن ممكن يكون الان سبراي الكيل الثيرت تخلص منه سيبقى لو اتش بي الهيد شوت موجود 1 في 1 بيرسر وغنشوف مع بعض اش غيصير فيها فيها الكل الاول ربما عن مقاليل فيها فيري فيري لول استاذ جيت اي فلاي غي موت على المباشر من طرف انجي بايوتيك جاب من طرف مو على ريد نو جيت في الخريطه جيتلس هذه الخريطه والبوش موجود من طرف فريق بيرسر اي سبورت تحول بوم سايت بي غيكون فيها بلانتي الاي سبايك مو امام هذا البوم بوت مو البوم بوت اي 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 كاكتوزيو كاكتوزيو كيل بالبينت سيلز انتي بايوتيك تخلص من فرانكي خليها 2 في 3 الان ولكن مو يخسر الدول نتاعو مع كاليفرا يبقى لاعب وحيد من فريق بيرسر اي سبورتس يحاول يبوش ياخذ الكل ولكن تريدد من كاليفرا وجثه سيج موجود هو كذلك في وسط هذا السايت يتم زرع سبايك يتم تكسير كذلك الوول ولكن في بوش موجود من انتي بايوتيك ممكن يجد بيك شويه ولكن يتخلص من كوجيو الى حد الان اللاعب انتي بايوتيك مو بيت شوت موجود على ار هيت وهذا جامب كيل موجود من فرانك على السايكو سيف راوند من طرف فريق بيرسر ممتاز جدا الى حد الان يقومون بالكيلز 2-4-1 الى حد الان لفريق بيرسر وفيها بلانتي للسبايك يتقدموا هنا من اليلو يبحث على فرصه للرؤوس لاخذ الكيلز يكون فيها فيجن من طرف الاستاذ كاليفرا بالاسهم تاعه فوكس جيمنج عندهم سبكتر يبحث على الكيلز مو ياخذ الكيل دازلي يا سلام 1 في 3 هذا الاستاذ كاكتوزيو بالريز نتاعه صعبه جدا ياخذ الكيل الاول مش عنده الوقت الكافي في ال1 في 3 ياخذ تو كيلز ولكن مو ينهي امال الدريب اذا يفوز بهذه الفول باي مش يكون عنده شغل كبير او ارهيت على الجيت يا هذه المره هو كمان على الديوليست مو كان على سموكر اصبح على الديوليست الان هنشوف ارهيت هو كمان يغير الرول نتاعه انتي بايوريك بالسيج ياخذ الكيل المره ما عندوش انيسيتر عنده سيج وغنشوف انا يتقدم مباشره يحاول ياخذ الكيل انتي بايوريك فالار ياخذ الكيل الثاني يزحفه على طريقي السمو التوكسيك موجود دبل ساشن من طرف الاستاذ كاكتوزيو عنده شو ستوبر اوي اوي اوي
كوفر من طاجيت من طرف زاد كاليبرا ياخذ كالفيور كيل نتاعو. يا سلام 4 في 1 الظروف صعبه على فريق بيسل فوكس جيمنج. شوف فرانكي موجود هنا انها فيك. اي 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 الانفورميشن تخدم فرانكي ياخذ الكيل الاول ويتقدم ولكن ياخذ فيها كيل على كاكتوزيو. ديفيوز موجود من طرف فريق فوكس جيمنج وغيكون فيها كيل تاعت فرانكي. يلعبون يلعبون فقط بيزموت. اوه كاكتوزيو يموت على يدي المو. يا بالضبط هنا دبل توكسيكس اورب موجوده وعنده اللاين اب صدر الاستاذ فايبر هنا تكون صعبه على فوكس جيمنج. ديفيوز هذه المره ستبدا المطارده موجوده من طرف هذه الرينا من طرف بيس يبحث عن الريسيت على الديفاورز على الديسبيسز. نشوف لا مارفا مين انتباهاتي كبير زاد على كاتوزيو غيكون في ربما كاين محاوله كيل حتى او يا 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 فرانكي هذا بركين موجوده باصعب من صاعقه ولكن جاو خامو كاليفرا ياخذ كيل هو كمان غاد بيتري موجوده كاليفرا خاصو يكون هو البطل مع فريقه يحاول كاليفرا غير هنا على الويبنز يريدون الإجابة أمام فريق بيسل نحو البوم سايد بيشوف كاكتوزيو بانتين والبوزين تاعو موجودة هنا نحو اليلو ياخذ الكيل الأول رهيب بالسكاكين الثاني فلاي يجيبه هنايا غيكون فيها كيل لن تقتل حلفاء كوكيو غيكون فيها ريز على فرانكي مباشرة الآن ما زلنا 4 في 4 فوكس جيمنج حل من الدفاع سايكو أدريك الكنترول أدريك الديسيبلين من طرف سايكو لكن يقدر ياخذ واحد فقط هناك فلاك من طرف فوكس يستخدم أرهيد عند السكاكين الانفو تعطى لفريق بيسر أرهيد يبحث عن الكيل يبحث عن الرؤوس السكاكين موجودة البوش من طرفه موجود في ريست لا مو يقول لا الآن أنتي بايوريك فلاريك قد لب عليهم 1 في 2 مازال ما سواش براتلي سبايك وموت الراب الكيل وانس اجين فيها سموكس فيها انتري سريعه جدا تكون نحو البوم سايت اي ربما نعم هذا هو اختيارهم كاليفرا ربما يكون في 1 في 3 كاليفرا ياخذ الاول ولكن كوكي يجوبه 1 فور 1 الى حد الان 4 في 4 موجوده يا 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 رهيب ولكن الاخرى هاي فلاي قتل انتيبيوتيك سايكو موجود عنده توكسيك وول هذا يكون هذا كافي اسهم صاعقه موجوده رهيب يا سلام ولا عفريت رهيب رهيب ياخذ فيها الكيل وكمان الان 3 في 2 موجوده يا 3 في 2 بشكل موجود الان تم زرع سبايك من فريق فوكس جيمنج ما محشور في قلب السايد مع زميله فرانكي لحد الان الاوبريتر شوت من دون اي تارجت من جانب ارهيت 3 في 2 لاعب مو ممكن يحاول يبيك من وراء هذا الوال بتاع فايبر مو ممكن يبيك الان الكل ولا سلينك من سايكو فرانكي يتخلص من سايكو ال 1 في 2 موجود ارهيت وكاكتوزيو هذا الاوبريتر والفاندل هل قادرين يخفوا فرانكي ولا ايه اوه بوش اجريس موجود وارهيت ارهيت بالتريبل يتخلص من فرانكي يغير من الاوبريتر الى الالتيميت من طرف تازلي ولكن هذا كل شيء من طرف فريق بارسل يستخدم النار سنغان نحو البوم سايد بي فلاي غيكون إجابة موجودة من طرف انتي بايوريك لا مهرب مني موجودة من طرف هذا الصوفة الأول لا يلمس الثاني يلمس فرانكي يقتل فيها كاكسوزيو الريز موجودة من طرف انتي بايوريك سايكو يقتل دازلي مو ياخذ سايكو 3 في 3 مازال مستمر فيري لو هذه جيت من طرف فريق فوكس جيمنج ولكن فيها هيل موجود من طرف الأستاذ فالار انتي بايوريك وفرانكي هنا بعد هذا البوست بان كما قلت اسمه يكون رهيب وخطير من طرف فريق بيرسر هنشوف إجابة فوكس جيمنج. يا يتم زرع سبايك لين من فريق بيسري سبور سبقة 3 في 3 الأوبريتر موجود على أرهيت هل ممكن يجد بيك حذر عن سارك موجود كوكيو يا أرهيت بهكذا طريقة تدخل وتبوش الان مو يبحث عن رأس آخر هيد شوت موجود يتخلص من أنتاي بايوتك ويخلي المهمة شبه مستحيل على كاليفرا ولكن لا شيء يصعب على هذا الرجل الممكن لين يبيك من الوول من السيج ولكن هالف اتش بي يوجد الثغرة في هذا الوول ولكن مش كافي مش كافي كاليفرا 35 هيلث بوينت يعرض جسده الى الرصاص ديرن وين نشوفه يركز على في السايت اي ولكن هذا اللي صاير لان البوش موجود حذري اي فلاي فلاينج في سماء اسطنبول في الماب ولكن كاكتوز يتخلص من مو التريد موجود من اي فلاي لحد ان 1 فور 1 موهو كاليفرا اوت اوف بوزيشن فلاي يتخلص منه لحد ان ولكن دازلي يتريد الكل على بسايكو 2 في 2 او 2 فور 2 عفوا كاليفرا يخرج من الفايبر سبيد انتاي بايوتك يتخلص من فرانكي ويبقى اتش بي الفايبر كوكيو ياخذ الكل على ارهيد 1 في 2 موجوده للاعب عفوا للاعب كاليفرا ارهيد يمس الشوط بتاعه ولكن مش مشكل ممكن ريسكوب اخر موجود ولكن حذري ممكن مو يقتل هذا مو بالبيكسل يتخلص من راس ارهيد وليس تبدا المطارده الزغبه كانت موجوده من طرف شعر ارهيد وغيموت فيها مباشره الان 3 في 3 مستمر فوكس جيمنج يبحث عن الريتيك يا سلام الالتيميت هجوم طرف الفايبر هنا وانا سايكو يقول لهم انا هذا السايت نتاعنا سايكو هيكون موجود مع فريق 3 في 2 انتي بايوريك هيز فيري لو سبايك اوريدي بلانتد لازم الوقت يداهمهم الكل الاول موجود من طرف كاليفرا لكن سايكو بتريب الكل هي عادلها وغيكون فيها ديفيوز وغيكون فيها تعادل في خريطه الايس بيلعب على الاقل موجود من فريق بيرسل تم زرع سبايك من تيم فوكس جيمنج في هذا السايت بي الوول بتاع فايبر مازال
كوفرينج كل الانجلز لصالح فريق فوكس جيمنج. خلينا نلاحظ البوست بلانت، اللاعب كليفرا يحاول انه يكوفر الفلانك بجانب مو من السايد اي، هل ينجح في هذا او يفشل في هذا؟ على يمينك موجود يا مو، على يمينك موجود يا مو، كليفرا يموت، مو ياخذ الكل. بدايه الريتيك موجوده 4v5، يتم تدمير الوال نتاع اللاعب انتاي بايوتك، ولين محاولة بدأت الديفيوز، الوال يتم تدميره هو كذلك. ايرلي كونتر سريع جدا ولكن رهيب، وابسايكو ياخذ الدبل، فرانكي تريد لحد 2v2، ابسايكو ذيف كيل، التريبل لفرانكي 2v1 تبقى موجوده. هل ممكن ياخذ الكيل؟ بيكسل اند سايد مو يتجوين في التوقيت الليك. نايس سنايك بايت هنا يب. صعبه جدا، بلانت ممتازه حتى، خلينا نقول كوكيو هيموت على ايادي ارهيد بيد الفاندل. فيها بلانت من طرف الاستاذ انتي بايوريك، هذه مره سنايك بايت ما تكونش كافيه. كافيه مش فيها بلانت. اي تازلي ياخذ فيها كيل، وشوف مو وانس اجان بالفلانك، ولكن هذه المره يكون كيل ليفرا موجود على السايد بي. ذكر وول سيج غير موجود، فرانكي بسبراي بسبكتر يخلص من كليفرا، البوش من كاكتوس جميل تاف على اي فلاي، يبقى الوحيد على قيد الحياه. خلينا نشوف سلاحه، سلاحه هو سبكتر في 1 في 2 مش تكون صعبه. كاكتوس يو لو اتش بي يتم زرع سبايك من فريق فوكس، ولكن مو في 1 في 2 1 في 2 من طرف مو سيف على عملاق بيد الرين. هذا هو احسن ايجنت تقوم به في ال 1 في 2 1 في 3 عنده ريسيت، سياخذ كلا السايكل يسقط الى فرانكي، استعمل ريكوندارت في وسط الوسط بطريعة جدا. دازلي بسبام يتخلص من كاكتوزيو، النزول لفرانكي ياخذ الكل على كاليفرا 2-4-0 لحد الان. فرانكي يبحث عن المور، اي فلاي ياخذ الكل على سايبيوتك، البوش من اليلو فرانكي بكل ثاني ووحيد ويتيم يبقى رهيد، عنده الشيرف فقط على ما يبدو، ولكن الاخير لفرانكي فايبر من فايبر 1 في 1 يكون موجود هنا في ريكوندارت ممتاز جدا من طرف الوسط كاليفرا. دازلي وش هذا؟ فليك عادي؟ انهيومين الاستاذ دازلي ياخذ فيها كذا، لكن تريدد من طرف فوكس جيمنج الان فيها بلانتنج لي سبايك. فريق فوكس جيمنج يزرع هذه سبايك، كنت نقول دازلي مش عارفين مكانه لانه ما صارش ريكوندارت، ولكن صار، ولكن فرانكي بالفلانك يكون موجود على هيت هيد شوت لحد الان. هل ممكن؟ مش قادرين يبداوا بالديفيوز الان لانه الوول في مكان رائع جدا يتم تدميره الان. الوول بانك موجود، طيب تعرفوا مكانه فوقه موجود اي فلاي يتخلص منه. هذا اي فلاي يضيف الكل الثاني، كاليفرا الوحيد اللي ينقذ فريق فوكس جيمنج. هل يفعل كاليفرا ولا يضمنها فيك؟ ولكن 1 في 1 كاليفرا يفوز بي، ولكن متاخر الانترس فيور يا كاليفرا، متاخر يا كاليفرا، وكوكي يخلص على جيمنج. يجد صعوبة في اقتحام السايد بي، ولكن لا يجد صعوبة التخلص من داز لتشيك الانجل جميل جدا من انتاي بايوتك. اير هيت يتخلص من كوكيو 2-4-0 للفوكس. شوف اي فلايت خدم بسكاكين تاعو، عنده انجل ممتاز جدا ياخذ الكل الاول فريسات، وداش اوت ممتاز جدا من طرفه، عنده 30 اتش بي ويحاول انه ياخذ الكل الثاني، ولكن انتاي بايوتك بريسات بريفايف موجود على سايكو فوق جيمنج 5 امام 3 فلاي فيري لو 30 اتش بي. ونشوف مع بعض ايش غيصير. سايكو ياخذ الكل على فرانكي، يحاول انه اي فلاي مازال ما لقاش الحل. كاليفرا بال مش بهذا الفاندل ياخذ فيها كيل الان 5v1 مو مش عنده الالتيميت، مش عنده ريسيت، يحاول ياخذ فقط كيل واحد. ايكون ثانيه 25 ثانيه والتعليم يتقدمون 4v5، الظروف صعبه. هناك وول من طرف هذا الاستاذ المضاد الحيوي انتي بايوريك ويحاول البلانتنج، ولكن سيكون هذا كافي ام لا؟ بيصل في الدفاع 15 ثانيه متبقيه، لازم عليه يكون عنده 4 ثواني فقط للبلانت. الكل الاول مش من طرف دازلي، الثاني من كوكيو، الثالث موجود يا سلام كوكيو. الفول باي فرانكي بدرون جميل سايكو، مش من سايكو ارهيت من ناحيه التوب. هذه استراتيجي جديده من فوكس جيمنج. فرانكي شوت دارت هيت يتخلص من فرانكي، والحراره 5 في 2 الان موجوده. حراره في نوب ايس بوكس بالضبط، حراره في الثلج في البرد هنا. ارهيت يكون كاس مع فريقه 5 في 2 موجوده. بيرسل فوضي صعب جدا السبايك كوردي بلانتد مو، يتخدم نحو المطبخ، يتخدم نحو الكيتشن. فيها لير، فيها بلايند، هذا يكون كافي امام كاكتوزيو. فيها لير وانس اجان يتخدم كاكتوزيو، فيها دبل كيل وكلا الموجوده، كيل موجود هنا من طرف رسالة انتي بلاتيك، من طرف فلاي 1 في 3 صعبه جدا على فلاي ياخذ الكيل زاد تريبل كيل. هذا يكون فيها ايس، هذا يكون فيها كلتش، هذا يكون فيها فوز في هذا البيست اوف 3. الظروف صعبه، سبايك كوردي بلانتد الوقت يداهمه فلاي، لازم عليه انه يكون فيري 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 كوشس امام كاليفيرا وامام انتي بايوريك. يتقدم نحو هذا السبايك وغيموت وغيموت وغيفقد هذا الفانتوم تاعو فلاي، غريبه جدا من طرفه. كان مشوقه للغايه الان فوكس جيمنج، نسمع في حس البلايد ستورم، صوت البلايد ستورم. ارهيد ارهيد يحلق في السماء بتخدم دبل من ارهيد، قام بشغله اكثر. فرانكي ياخذ عليه شت داون، ولكن الفريق العددي الان صلاح فوكس جيمنج، البوش موجود من مو في هذا السايت اي الان، ولكن من وراه موجود سايكو. ما نشوفش فيه مو، ظهر مو كوفرد، ظهر مو اكسبوزد، وسايكو ياخذ ثالث كيل.
الان 2 في 4 موجوده لصالح فوكس جيمنج فارس حتى من طرف المضاد الحيوي انتي بايوريك على اري ترجع الحراره اري موت مباشره على ايدي فرانكي والان 2 في 4 مازال مستمر في اشوك دارت من طرف الاستاذ فرانكي يدخل محور بوم سايت اي غيكون في ال 1 في 2 سيتويشن هنا يحاول انه بعد سبام بعد الرصاص متشاير هاي فلاي في الهيفن يبحث على الرؤوس يبحث على بوديز فرانكي التربركي موجوده من طرفه يبحث اكثر من ذلك فاريكون دارت لا مرابه مني من طرف كاليفيرا فرانكي من طرف انتي بايوريك المضاد الحيوي ومشي الاخر اي فلاي 1 1 في 3 يا تيم 1 في 3 كمان تعال فادي فيوز غيكون فادي فيوز من طرف كيل ليفرا في اول من طرف السيج غيكون فادي بنتلي لسبايك 5 في 5 مازال مستمر لير من طرف هادي المو هادي بايوريك ياخذ الكيل الاول ياخذ الثاني لا داش اوت من طرف هادي جات من جهه اخرى غيكون فيها كوكيو على كيل ليفرا 4 في 4 مازال مستمر فيري لو انتي بايوتيك يا ابو ذا كوكي واي فلاي دخلت من رهيب دبل لكوكي ودازلي يبقى لاعب وحيد من فوكسي موت بيل سنيك بايت صراحه دازلي من اقوى الفايبرز اللي شفتهم متى يستعمل سنيك بايت التايمنج المكان مش سامع ستيبس من ناحيه الكيتشن عم يبدو او لا عارف يطلع يستعمل داش الاي فلاي بكل اول على سايكو ولكن فريق فوكس جيمنج بوشينج من الكيتشن اوه ال 1 في 1 كاليفيرا يخسر امام اي فلاي 4 في لا 3 في 5 مو ياخذ الكيل الثاني على الارض مو في البيك مو اي 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 مازال ما شافوش مو في كيل انتي بايوريك يشوف شعره ياخذ كيل يشوف هادي ياخذ كيل مو في الهيفن هيكون فيها بلانت من طرف الاستاذ انتي بايوريك مع كاتوزو للكوفر هذه كوده كافيه ام لا في 2 في 4 فيري فيري وادي جيت هيكون اي فلاي عنده 1 اتش بي رصاصه واحده تكون اللي قتلوا الكاكتوزو يشوف هنا الفلانك بوزيشن انتي بايوريك غيموت على ايدي مو هيكون فيها ربما ديفيوز كاكتوزو وان دي فور هل سيف على ملا بهذه الريز نتاعو كاكتوزيو ريكون دارت موجود صعب على كاكتوزيو